لم يعلم بحالنا إلا من يعني إلا من هم بنفس الحالة، وقليلين من الأقلام الحرة ومن يتكلمون عن معاناة الجرحى. معاناة الجرحى لا أدري أين أبدأ وأين أنتهي، المعاناة كبيرة جدا، وليس يعني ليست مواضيع جبهة أو ثنتين أو ثلاث، أغلب الجبهات التابعة للحكومة الشرعية تعاني جرحاها، بل أنهم يقولون اللهم ارزقنا الشهادة ولا نكون جرحى حتى نتبهذل، يفضلون أن يستشهدوا في سبيل الله ثم الوطن على أن لا يكونوا جرحى ليهملوا. يعني أقولها بصراحة الجريح اليوم على أكثر منبري معاناة من و يسقطون في أرض المعركة. الأستاذ جمال، دعني أتحدث معك عن شخصك الكريم، يعني وأنت تمثل الآن أحد الجرحى، وعن طقوس المعاناة التي عانيتها قبل أن تسقط جريحا وبعد أن غدوت جريحا. كنت سأصل، لا تستعجلني، على أساس أرتب لك الموضوع من خلال منبركم أقولها بصراحة. أولا الإخوة في رئاسة الجمهورية والإخوة الأخ رئيس الوزراء، طبعا ملفي عندما خرجت من المعتقل يعني يعرفوا اليمنيون بكاملهم أني قضية وطنية وقضية رأي عام. جمال المعمري يعني بصريح العبارة يعني قامت الرئاسة بتوجيه اللجنة الطبية بتوجيه رئاسة الوزراء باعتماد علاجي، هم قاموا أيضا بتوجيه اللجنة الطبية بمأرب على أن تقوم يعني تقوم باللازم. تم تحويلي إلى القاهرة، فعندما وصلت القاهرة يعني عرضت على أكثر من مستشفى، أنا لم أختر المستشفيات ولا الدكاترة، تركت اللجنة هي من تختار. كل المستشفيات أفادت بضرورة سفري سفر عاجل إلى ألمانيا للعلاج. ذهبت إلى الرياض فقابلنا الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء ودق لي صدره وقال حاضر سنقوم بعلاجك. لم يصح من ذلك شيء، طبعا نحن في ألمانيا هنا الدخول إلى عند الطبيب وأقولها على الملأ 700 يورو يعني ما يعادل 3000 سعودي، إذا كانت هذه هي يعني كجلسة علاجية أو كدخول إلى عند الاستشاري. حكومة معين أو حكومة شرعية كلما دفعت لجمال المعمري هو ما يعادل 11000 دولار أنفقتها في إيجار سكن في أقل من 6 أشهر، أما العلاج لم يدفعه مليم واحد. كل هذه تقارير وفواتير الحكومة للآن يعني قد تلاحظون في مواقع التواصل بين حينة وأخرى، وأنا يعني أناشدهم وأقول لهم يعني من باب المسؤولية ومن باب يعني ومن باب الأخلاق ومن باب الوطنية ومن باب يعني النخوة ألا نبقى كجرحى ضحايا الإرهاب الحوثي.